دعاء واحد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن من يدعو به سيغفر الله خطيئته بشكل كامل. دعوني قبل أن نتأمل هذا الموضوع نقرأ عليكم الحديث الذي أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم، والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم. هذا الحديث أحبتي في الله رواه الإمام الترمذي وغيره. الحقيقة معاني عظيمة يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار عمل بسيط، أبسط صيغة للاستغفار أستغفر الله العظيم، ثلاث كلمات أستغفر الله العظيم. هذه الكلمات الثلاث يغفر الله لك أخطاءك وذنوبك ومعاصيك حتى لو بلغت ما بين السماء والأرض. كم المسافة بين السماء والأرض أيها الأحبة؟ كم تبلغ المسافة بين السماء والأرض؟ حقيقة في أحدث دراسة يقولون إن أبعد مجرة مكتشفة عنا حتى الآن تبعد أكثر من 13 مليار سنة ضوئية، والسنة الضوئية تساوي أكثر من 10 مليون مليون كيلومتر، يعني مسافات لا يتخيلها عقل. وهذه حدود السماء الدنيا، نحن لم نكتشف بعد السماء الثانية والثالثة علميا، يعني كل ما وصل إليه العلم الآن هو ضمن السماء الدنيا. تصور أن إنسانا تبلغ ذنوبه مثل هذا الحد، لا يمكن، يعني حتى لو عشت مليار سنة لن تستطيع أن تقوم بذنوب تملأ ما بين السماء والأرض. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك حتى لو بلغت ذنوبك ما بين السماء والأرض فقط استغفر الله وسيغفرها لك كاملة. ما هذا الكرم الإلهي؟ ما هذه الرحمة؟ ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله، الإنسان يحتار أيها الأحبة. هناك بعض الناس يضيقون رحمة الله، يكذبون مثل هذه الأحاديث. ماذا لو كانت رحمة الله بيدهم؟ قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان بخيل قتور يحب التوفير. تصور لو أن رحمة الله أو خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى بيد البشر كم سينفق. لذلك الاستغفار عمل بسيط أيها الأحبة، أبسط صيغة للاستغفار أستغفر الله العظيم، ممكن صيغة أطول بقليل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يتضمن التوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب معقول عمل بسيط ثلاث كلمات أستغفر الله العظيم يغفر الله لك ذنوبك؟ هنا أيها الأحبة ملمح مهم جدا. في زمن الجاهلية وعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان العربي القديم الأصيل يدرك معنى الكلمة، يعني ليس من السهولة أن يقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها نتائج ليست مجرد كلمة. فالنبي جلس في مكة يدعوهم 13 سنة من أجل لا إله إلا الله ولم يقولوها، لأنهم
يعلمون أن لا إله إلا الله ستلغي آلهتهم، ستحطم أصنامهم، ستلغي عاداتهم السيئة، القتل والشرك والخمر والزنا والربا، كل هذا سيلغى بكلمة لا إله إلا الله، بينما نحن اليوم لا ندرك، نتكلم بالكلمة ولا ندرك أبعادها. لذلك أستغفر الله العظيم إذا قلتها صادقا من قلبك وأنت تفهم ما تقول على الأقل، أنه لا عظيم إلا الله. هل أنت تعترف أنه لا عظيم إلا الله، أم أنك إذا أصابك أي شر تلجأ إلى عباد الله وتنسى الله العظيم؟ أستغفر أي أطلب المغفرة من الله. طيب، هل أنت بالفعل ندمت على هذا العمل حتى تطلب المغفرة؟ هل أنت صادق في طلبك المغفرة؟ هل أنت صادق عندما تقول أستغفر الله العظيم؟ هنا المشكلة التي يدخل فيها كثير من الناس أيها الأحبة، أنه يقول الكلام ولا يفهم معناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقصد أنه من قال هذا الدعاء أستغفر الله العظيم موقنا به عاملا به لابد أن يغفر له الله، لأن الله هو القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. معادلة رياضية، قانون رياضي، دعاء يعني استجابة. لا يوجد دعاء لا يستجاب، إلا إنسان يدعو الله نفاقا ورياء وكذبا، يا رب ارزقني ثم يأكل الحرام، يا رب اشفني ثم يؤذي الناس، يا رب عافني واهدني ثم يغش الناس ويكذب عليهم، هذا لا يهديه الله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء شر الدواب عند الله، الصم البكم الذين لا يعقلون. فإذا أيها الأحبة، ثلاث كلمات أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لك ذنوبك ولو بلغت ما بين السماء والأرض. هذا ملخص هذا اللقاء. أرجو من كل أخ حبيب أن يستغفر الله كل يوم 100 مرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه من أروع الصيغ التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 12 كلمة بعدد أشهر السنة. هذه الكلمات الرائعة أخي الحبيب لا تنساها. ما الذي يشغلك عن الاستغفار؟ نبي كريم يقسم لك أن الله سيغفر لك ذنوبك ولو بلغت ما بين السماء والأرض. ثم انتبهوا، الحديث هنا فيه ملمح خطير جدا، أنك أيها الإنسان إذا لم تخطئ لأتى الله بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني صفة الخطأ ملازمة للإنسان. لا تحزن، هذا مطمئن، مطمئن للإنسان الذي يخطئ أن كل ابن آدم خطأ، وأنك لا تستطيع ألا تخطئ. لا يوجد إنسان مثالي أيها الأحبة، كل ابن آدم خطأ، الأنبياء معصومون عصمهم الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت كبشر يجب أن تخطئ، ولكن هناك إله رحيم غفور يسمع دعاءك يستجيب لك. فأحرص على هذه الكلمات وأرجو أن تتعلمها الآن أخي الحبيب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 12 كلمة من أروع صيغ الاستغفار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يغفر الله بها ذنوبك وإن بلغت ما بين السماء والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويعلمنا العلم النافع الذي يرضاه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.